شيخ تونسي يأتي للشيخ أحمد سلمان، يا شيخ أحمد أنت ليش تفرست؟ أو لماذا أصبحت فارسي؟ لماذا أصبحت فارسي وأنت عربي من أصل عربي؟ حياكم الله بفيديو جديد، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. طبعا بصورة رئيسية كل يعني بكل فيديو يكون به الموضوع فرس وعرب، ويكون به قوميات وتكون به ألوان. أترفع وأقول أنه نحن منطلق الإسلام يقول لا فرق بين أعجمي، منطق القرآن وأيضا منطق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، وأيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي الميزان وهذا هو المعيار. لكن بما أن القوم يأتوا ويروج هذه الأكاذيب، الشيعة فرس الشيعة فرس الشيعة فرس، وهذا الشخص تكلم مع الشيخ أحمد سلمان سينقل الرواية الشيخ أحمد، حبينا أن نروج ونأخذ هذا الفيديو كرد على من يتهم الشيعة بأنهم فرس وأنهم مجوس وأنهم ليس بعرب. خلنا نستمع كيف رد الشيخ أحمد سلمان وكيف ذكر كلام لابن خلدون. ما من إمام ولا صاحب علم وصاحب رأي ولا صاحب تأليف إلا وهو أعجمي، ليس فقط هذا، وإن لم يكن أعجمي فقد تتلمذ عند أعجمي. خليكم مع الفيديو. قبل قليل تكلمنا فيما يخص الطعن بالأحاديث التي لها علاقة في هذا المكان المقدس قوم، ونسبت ما نسبت إلى الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام الاثني عشرية، وقيل ما قيل بسبب أنكم مجوس وأنكم فرس وكذلك. نريد وقفة سماحة الشيخ منك، ليس من باب التأييد بل من باب الكشف والبيان، بما أننا في هذا البرنامج نقوم بيان. على بيان كثير من الأمور الدلالية، ولا نريد يشهد الله الطعن بأحد أو المساس بقدسية أحد، وأنت تعلم ما في كلامنا هذا. أئمة المذاهب، لا أنا سأجيبك، سأقطع عليك الطريق، أصحاب الكتب هذا الجواب للمشاهد. أنا في يوم من الأيام كنت جالس مع أحد، طبعا قبل فترة في معرض الكتاب التونسي، شخص شيخ معروف قال لي أنت عربي من قبيلة عربية فلماذا تفرست؟ قلت له أنا تشيعت لأهل البيت ولم أتفرس وأعتز بعروبتي. على كل حال طبعا هذا خطاب قومي لا يليق بالمسلم، لأن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن ماذا سئلت عن هذه القضية في تونس، فقلت للسائل تقبل بابن خلدون حكم بيني وبينك؟ خلاص بعد. قال نعم. تونسي بعد. طبعا مقبول. قلت له افتح مقدمة ابن خلدون واقرأ. كان يتحدث عن العلوم وأصحاب العلوم. ابن خلدون يقول ما من إمام ولا صاحب علم ولا صاحب رأي ولا صاحب تأليف إلا وهو أعجمي، من العجم، فإن لم يكن أعجميا فقد تتلمذ عند أعجمي. يعني كل أصحاب العلوم عن بكرة أبيهم هم من الفرس وليسوا عرب، ودونك أصحاب مثلا الصحاح، البخاري من أوزبكستان اليوم، مسلم من نيشابور من إيران، أعجمي، أبو داود السجستاني صعب السنة، إما من نعم إما من سجستان منطقة سيستان الموجودة في إيران بلوشستان، أو من أفغانستان. الترمذي، ترمذ منطقة اليوم موجودة في نفس هذه، وهكذا. طيب ونحن أتباع مدرسة آل البيت، وآل البيت من أين؟ هم أصل العروبة وأصل العرب. طبعا كلام ابن خلدون هذا محرج للكثير من الناس، هذا استطراد، واللي يعذرنا المشاهدين، في العصر الحديث لما اشتهرت تهمة الشيعة بأنهم فرس أصبح يحتج على أصحاب التهمة بما قاله ابن خلدون، فبعضهم ألف كتابا كاملا في الرد على هذه الجملة لابن خلدون وإثبات أن أصحاب المذاهب وأصحاب الكتب عرب. يا ناس
كيف يكون العرب؟ مثلا البخاري محمد ابن اسماعيل ابن بغداد به، هذا وين عربي؟ لا، قالوا لا هذا كنية. ابو حنيفة ذكرناه المرة الماضية، ابو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطي ابن زوطية، اين العروبة في الامر؟ ولو تحدثنا عن البقية لا لا، يعني صراحة بعض الأحيان ننزل للإجابة على إشكالات يعني ليس من اللائق أن نتحدث فيها، ولكن نجبر إليها. وصلت الفكرة سمعت الشيخ؟ نغلق الموضوع؟ نغلق. تمام. وأعيد وأكرر، أنا أترفع من أنه أتكلم بعنصرية أو أتكلم يعني بصورة أو بأخرى بعرقية، هذا عرقة كذا، هذا ما أعرف، هذا عربي، هذا أعجمي. والله العلي العظيم، والله العلي العظيم، ولو كان فارسي كان أوروبي يعني ما أقدر أنه يعني أتصور أنه الشخص المسلم يتكلم بكلام خلاف ذلك. فلو كان ليس عربي، فلو كان أجنبي، فلو كان هندي، ولكن لديه عقل، يفكر، يقوم بالعبادات لله، يؤمن بالرسول، يؤمن بالقرآن، يؤمن، بالتأكيد هذا أفضل من العربي اللي موجود في السعودية وفي مكة تحديدا، ولكن قد يشرب خمر، وقد يزني، وقد يعني يفعل أمور لا يفعلها الغير عربي. فالمقياس عفوا هو التقوى. وأجمل كلمة للشيخ أحمد أنه نحن نترفع، لكن حبيت أن أروج هذا الفيديو حتى نرد على من يعني يتكلم بهذا الكلام. هذا هو فيديو اليوم، وهذا هو ملخص اليوم. إذن البخاري ومسلم ليس بالعرب، وغيرهم الكثير من أئمة أهل السنة والجماعة. وفي أمان الله.